سينما بديلة، برنامج الأفلام القصيرة الوثائقية التسجيلية والدرامية. في حلقة اليوم مجموعة من أفلام الفنانة التشكيلية والمخرجة الفلسطينية لاريسا سنصور. أهلا بكم، أنا أنطوان خوري. لاريسا سنصور فنانة تشكيلية فلسطينية بكل معنى الكلمة، من التصوير الفوتوغرافي إلى التركيبات الفنية أو Art Installations إلى الأفلام السينمائية القصيرة. هي متأثرة جدا باللغة السينمائية العالمية، برموزها، بمشاهدها، بموسيقاها، وأيضا حس الفكاهة والمرح لا يترك أفلام لاريسا. وما هو واضح وجلي أيضا في أفلامها هو انتماء سنصور إلى قضية عزيزة جدا على قلبها، وهي قضية فلسطين. في هذه المجموعة من أفلامها نتابع هابي دايز، ثم سبيس إكزودوس أو الهجرة إلى الفضاء، والفيلم الأول هو سوب أوفر بيت لحم أو ملوخية. نتابع هذه الأفلام معاً.